اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. النهارده هالحلقه مختلفه تماما عن الحلقات اللي اشتغلناها قبل كده. حلقه القرش شيف النهارده بيعمل لنا سمكه قرش طاجن والرز بتاعها. عملنا الحلو مهلبيه. وايه الاخبار يا شيف؟ تمام. عملنا الرز اهو من نفس الخلطه بس زودنا عليه شويه معلقه كاري ومعلقه كركم. واحنا قلنا نفس الخلطه بتاعت الطاجن. نفس الخلطه بالظبط ونفس التوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبره والخضار. ناخد معانا الميه بتاعته بقى. لازم نسمع الطشه دي. وانا قلت قبل كده بنزل بالرز انا من غير غسيل، ما بغسلوش الرز اللي هو المتكيس، انا ما بغسلوش. وزي ما احنا اتفقنا ان احنا نراعي الميه بتاعتنا لما نحط الرز، عشان احنا حاطين خضار في الرز. حاطين الخضار اللي هو بصل وفلفل الوان بالظبط، والشبت والكزبره، عشان دولت حاله خاصه عند الشيف. لا، الشبت والكزبره مع السمك انا ما بيفرقونيش. احنا النهارده طبعا السواحليه عارفين قيمه الحلقه اللي احنا شغالين النهارده، يعني ايه شغالين بسمكه قرش بالظبط. طيب احنا معانا شويه بطاطس مسلوقين كده قبل ما ننضف القرش. معايا بطاطسايه كانت فايضه كده مسلوقه. كل دي بطاطسايه واحده؟ بطاطسايه ونص عشان ما بقاش كذاب. بطاطسايه ونص بالظبط. لقيتهم موجودين عندي. بنلم البواقي بقى النهارده كده ونشتغل بيها حاجه حلوه خالص، هنعمل بيها سفره عظمه خالص. سلقناها نص سلقه. احنا بتقولنا البطاطس من بعد ما الميه تغلي بتاخد 8 دقائق زي المكرونه بالظبط. احنا سلقناها حوالي 5 دقائق نص سلقه. هناخدها معانا بلانشيه برده في الزيت، وبعدين هقول لكم نعمل فيها ايه. دي مش كاتشف اللي مش مكتوبه، وانا بعتذر للاعداد. دي مش مكتوبه، ده انا لقيتها وانا شغال. كويس، عشان نبقى عملنا حلقه بالسلطه بتاعتها بكل الحاجات الحلوه بتاعتها. حلوه قوي. كويس. شوف احنا لو مثلا خارجين او في بعض المطاعم بيبقى موجود القرش ولا لازم؟ مش في كل المطاعم. موجود. موجود يعني مثلا انا بتكلم عن بورسعيد. موجود، هتروح هتلاقيه في بورسعيد. نطلبه كده في كل المطاعم. عايز اكل قرش انت هتلاقيه معروض بجد. هتلاقيه معروض. خلاص، يبقى احنا كده الرز بس يغلي كده غلوه ونقلبه عشان ناخده نحطه في مكانه المعتاد. احنا ممكن نسيبه هنا دكتوره لو هو مش هيضايقك يعني. لا مش هيضايقك. مش مضايقك؟ لا خالص. هيضايقني في ايه؟ طيب خلاص نسيبه هنا شويه وبدل ما نوديه ورا. ام مينا مساء الخير. الو مساء الخير. الو، اهلا بحضرتك يا فندم. ايه الاخبار؟ كل سنة وحضرتك طيبة. سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وبخير يا رب. أيام بخير يا رب. اتفضلي يا فندم، عايزة تسألي الشيف عن إيه؟ اتفضلي. سامح معايا. كنت عايزة أسأل بس أقول له كل سنة وأنت طيب، هو والدكتورة، وأقول له تسلم إيدك. ربنا يخليكي، كل سنة وحضرتك طيبة. إزيك يا أقول لك يا دكتور، مش هقول لك يا شيف. سامح سامح. مساء الخير يا أمي. كل سنة وحضرتك طيبة. ربنا يخليكي وانت طيبه. بتقولك وانت طيبه دكتوره. انا طيبه يا فندم. اتفضل. يعني بحبكم خالص وبشكركم، بشكركم خالص ان انتوا يعني بتقدموا لنا اكل كده في الصيام. وكل سنه وحضرتكم طيبه. منوره عليك الايام بخير يا رب. تعيش تعيش. على فكره تستني. انا يعني بشوفك وانت بتقطع البصله، انا بامانه ما بعرف اعملها نهائي نهائي. لا بسيطه خالص سهله. واحنا واحنا قلنا كده الصابع ده ليه ركبه زي ركبتي بالظبط، فبحط ركبه الصابع كده قدام السكينه كده اهو وبشتغل على طول. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. ربنا يخليك. ما تحرمناش منكم ابدا، ومش عارفه اقول لكم ايه بامانه. تعيش يا فندم. انا عايزه اسال حضرتك على حاجه. عندك استعداد تجربي سمكه القرش في البيت؟ مش قادر ان انا اشتري سمك القرش. انا ممكن اجيب سمك اللي هي التونه دي. ما هو الشيف قال لنا ان احنا ينفع نعمل اي نوع منها. اي نوع ينفع؟ ما هي بصي سمكه القرش، بصي انا ماسكها من ودانها ازاي. سمكه القرش دي اعتبريها بياض، اكن بياض. سمكه البياض شبهها بالظبط. سمكه البياض شبهها بالظبط. تسلم ايدك يا شيف. ربنا يخليك. ربنا يخليك. هنبتدي بقى ننضف السمكه دي اهي ونشوف هنعمل فيها ايه. نورتينا يا ام مينا. ناخد استاذ عزمي. عزمي مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل شيف سامح معايا. اتفضل يا فندم.
ايوه يا فندم، انا بس كنت عايز اسال على حاجه كده يعني، ممكن؟ قوي تحت امرك. هو السمك الفيليه ده لازم يتعمل، ما ينفعش يتعمل غير في طاجن يعني؟ ما ينفعش يتعمل ايه؟ غير في طاجن بس، لان ينفع يتعمل حاجه ثانيه؟ لا 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 لا، يتعمل مقلي ومشوي وسنجاري وكل حاجه، كل حاجه عادي يعني، مفيش مشكله يعني. لا لا خالص خالص، اشتغل فيه زي ما انت عايز، اشتغل فيه زي ما حضرتك تحب. يعني مقلي مشوي سنجاري شوربه، القرش ده بيتعمل شوربه جامده جدا يعني، عادي يعني. مفيش مشكله يعني، بيبقى احسن من طبعا مفيش مشكله. شغال دايما السمك الفيليه بيبقى سهل في الشغل بتاعه. بص الشحم بتاعه، نورتنا يا استاذ عزمي، نورتنا. بص الشحم بتاعه عامل ازاي. استنى بقى عشان انت ايه يعني، لقيتني في المكالمه وقربت تخلص تنظيف السمك. انت اول حاجه شلت زي الزعانف كده، شلنا الراس بتاعتها، فتحنا بطنها، طلعنا الشحوم اللي فيها. يعني ده يعني انا شخصيا يعني بشويه وبكره. ده ايه ده؟ ده زي البطروخ زي الشحوم مثلاً؟ لا لا مش بطروخ، ده الشحم اللي فيها. كويس، وتنظيفه سهل، بس هو طبعا عايز ميه كتير. هي المفروض تتنضف تحت الميه؟ طبعا. بس انا هعملها كده وبعدين اخد اغسلها يعني. كويس، ننضفه زي اي حاجه بالظبط. اي سمك اي سمك بنجزله او بيتنضف بنفس الطريقه. عايزين بيبقى معانا دايما شويه ملح كده، بنحطهم كده عشان نعرف نمسك الحاجات دي ونشتغل كده على طول ننضف بيها. بص الملح بيسهل الحكايه ازاي على طول. كويس كده، تمام اهي، نضفت تمام. هنبتدي عشان نبتدي نسلخها، نبتدي نقطعها جزل كده، وممكن نفليها نعملها فليه خالص وبعدين نسلخها. نفليها يعني نعملها فليه يا دكتور. كويس، نفليها عشان نعملها فليه. طيب انت اخبار البطاطس ايه وانت شغال في المطبخ؟ لسه تمام كده. بعدين نيجي من الجنب كده، من اي حته بقى من الجنب. من الجنب بتروح شايل القشره الجلد. طيب طلعت الجزله البيضه اهي اللي احنا قلنا عليها. زي اللي انتوا شفتوها عملناها بالظبط، ما اعرفش جايه معاكم ولا ايه. اهي جزله بيضه جدا، نعمل واحده كمان عشان نبقى تعملهم كلهم عشان انا هاخد مكالمه دلوقتي. طب اتفضلي. زميري مساء الخير. طيبين. حضرتك طيبة يا فندم. تمام، أنا بص مش هسأل على السمك، أنا اسكندرانية مش هسأل على السمك. أنا كنت عايزة أسأل، بعمل قرص للعذرة بتطلع ناشفة، ممكن تديني ليها طريقة تطلع طرية؟ إيه يا فندم؟ قرص بتاعت العذرة. قرص العذرة؟ بتطلع معايا ناشفة، بعملها بتطلع معايا ناشفة. فأنا عايزة طريقة تطلع معايا طرية. حضرتك بتعملي بتطلع معاكي ناشفة، حاجة من الاتنين، يا زودتي يعني يعني حضرتك زودتي الدقيق شويه او عجنتيها كتير. يعني قعدت تلفي في الدقيق كتير. لا ما بلفش، انا بحط لها محسن وبعملها بلفها برم كده بايديا، بس لما باجي اسويها في. انت حضرتك بتحط لها ايه اصلا؟ بتحط لها زيت وسمسم ومحسن. يعني دقيق وزيت وسمسم ومحسن وسنه ملح. أكيد طب. سنة سكر؟ لا بحط السكر. لا حطي سكر. تمام. حطي سنة سكر، يعني زي ما تحط الملح حط السكر. معلقة سكر معاكي. تمام. تاخد بالك، وخلي الخميرة تاخد وقتها، وبعدين لما تنزلي بالدقيق ما تلفهوش كتير. ما تقعديش تعجيني كتير. تمام. وتعجني وتسيبي العجينة ترتاح، وتقرصي وتسيبي العجينة ترتاح. يعني بعد كل مرحلة تسيب العجينة ترتاح. يعني أنا هعملها هنا على فكرة. العجينة تبقى تخمر وبعدين بقطعها، هتبقى ترتاح شوية وبعدين أسويها.
بالظبط، سيبيها ترتاح شويتين مش شويه. يعني عشان تاخد وقتها وتنفش معانا وتاخد معانا الراحه بتاعتها فتطلع مظبوطه زي ما انت عايزاها. طيب. وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة أستاذ أميري، نورتينا يا فندم. هناخد أستاذة تريزا. مساء الخير. أيوة مساء الفل حبيبي. أهلا بحضرتك، إيه الأخبار؟ كل سنة وأنت طيبة. الله يخليك، كل سنة وأنت طيبة حبيبتي. وحضرتك طيبة. ونشوفك بخير. أنا سمك القرش ده ألاقيه فين؟ إيه؟ سمك القرش ده تلاقيه، حضرتك من القاهرة؟ أنا من القاهرة أه. هتلاقيه في سوق العبور، في سوق سليم. أه. في الزيتون، وهتلاقي كل الكلام ده. طيب ودلوقتي يعني انواع السمك دي يعني لازم اعملها بالطريقه دي ولا اعملها اي حاجه؟ اعمليه زي ما انت عايزه، انا قلت اهو الجزل البيضه بتاعته طلعت اهي. اه زي ما احنا اشتغلناها. بس النظافه بتاع حضرتك غير النظافه بتاعتنا خالص. اه لا بس ما هو لازم الحاجات دي تطلع. اه لازم الحاجات دي تطلع منه عشان يطلع الجزل بتاعتنا صافيه كده فاضيه. فبس اغسلها واجيبها لحضرتكم شوفوها. بص حضرتك يعني اجيبها من الزيتون؟ ممكن تبقى موجوده. طب انا في الظاهر. ما هو على ما انا دي مش موجوده في اي مكان، خلي بالك. اه انا جايبها، في ظرف استثنائي كده يعني. بس هي موجوده. بس اول مره اسمع عن سمك القرش. هي موجوده بس انا جايبها استثنائي عشان اوريها لكم. اهي اتغسلت اهي الجزل اهي طلعت. حاجه ابداع يعني، اصل احنا عشاق سمك. ربنا يخليكي. بصي الجزل بتاعتها بيضه عامله ازاي. ايوه انا بستعمل بياض كتير اصلا. وبعدين بصوا بقى يا جماعه مفيش اي ريحه. مش لا مش لا لا خالص، اكن بالظبط احنا بنقول عليه ارانب. ليه؟ بصي الجزله بتاعته زي جزله الارنب. زي الارنب. بصي بنقول عليه ارنوب. بالظبط. يعني لو لقيت في الزيتون اجيبه؟ طبعا جيبيه وكليه وبالف هنا وشفا، وطعمه هيعجبك احسن من الوقار. الله يخليك، الله يخليك. ربنا كل سنه وحضرتك طيب وطيبين يا رب. وحضرتك طيبه يا فندم. وعيد العذراء يعني ده جميل. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. نورتينا يا فندم، نورتينا وتزرعنا. خلاص نضفنا القرش يا دكتوره. نوديه بقى التلاجه خلاص. اهو في حد بصه ثانيه يا عم نبيل كده عليه. على الجزله كده اهي. تمام كده؟ واحنا بننضفه قلت ميه بس، ما بنحطش ملح وما بنحطش ولا اي حاجه خالص. طيب حلو قوي. احنا سمك القرش النهارده الشيف عمله صينيه او طاجن بالخضار والرز بنفس الخلطه بتاعت الصينيه، وقال لنا ان احنا ممكن نستخدمه باي طريقه زي السنجاري مقلي زي ما يعجبك. زي ما يعجبك. هنعمل حاجه هنا ظريفه كده. الحلو اللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه، عملنا المهلبيه بالفواكه ونقدر نلونها باي لون من لون الفاكهه. يعني الشيف اخذ من الجزء من المهلبيه مثلا وعليه الكريز، جزء من المهلبيه عليه المانجا، فاحنا نعمل الوان مختلفه من نفس لون المهلبيه او من نفس الفواكه اللي موجوده في المهلبيه. ده كان الحلو. وعملنا صينيه القرش او طاجن القرش، الشيف نضفه وعمل كل حاجه فيه النهارده. تمام. هنعمل خلطة كده دكتورة سريعة كده للبطاطس الظريفة اللي معانا دي. أستاذة سامية مساء الخير. ناخد فصين توم. ألو. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. إزيك يا أستاذ عامل إيه؟ الله يخليكي الحمد لله، كل سنة وأنت طيبة. أنت حضرتك طيب بجد بجد، تسلم إيدك على الحلقة اللي فاتت. ربنا يخليكي. من النوع اللي ما بيحبش المقل خالص، الصراحه اتبسطت قوي قوي من الفنجان اللي اتشوى ده. ربنا يخليكي، احنا ما يعني انا بحاول ابعد عن المقل شويه. تسلم ايديكي، كنت حابب تعملها. ميرسي، ربنا يخليكي، كتر خيرك. بالنسبه للسمك النهارده جميل برضو، وانا برضو ما بحبش المقلي، واتبسطت قوي بالصينيه اللي حضرتك عملتها. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. ده السمك الصينيه دي بعملها في المقلي في المكاريل وفي البلطي، هل هي تنفع في اي حاجه؟ اللي هي ايه؟ سمك صينيه بره المقلي بره. سمك صينيه، بصي اي سمك جزل او اي سمك يعني حجمه كبير شويه ينفع صينيه. طب الفيليه اعمله ازاي صينيه او بعيد عنها؟ بنفس الطريقه اللي انا اشتغلت بيها دي، بنفس الطريقه. كل الخضار؟ اللي بالخضار، وممكن تحطيه على بطاطس، وممكن تحطيه على خضار بس، وممكن تحطيه بس ترصي تحت منه خضار وتحطيه فوق الخضار وهو يتشوى فوق الخضار. ممكن تحطيه في الصينيه وتحط عليه زيت وليمون وشويه توابل وتدخليه يطلع وش وظهر سنجاري او مشوي زي ما انت عايزه، اي طريقه تشتغلي بيها زي ما انت عايزه ما تخافيش. تمام، شكرا. تحت امرك، تحت امرك. نورتينا يا استاذه سامي.
احنا كده البطاطس خلاص، احنا كده الرز تقريبا خلاص. اه بص عامل ازاي بقى، ده الرز واللون ده مش صياديه الشيف. لا 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 اه لا لا بص الرز عامل ازاي، شايف الريحه عامله ازاي؟ شايف الريحه حاجه مجرمه يعني. وانا بحاول اعمل فيه شويه حكاكه برضو كالعاده، البورسعيديه يعرفوا يعني ايه حكاكه. انت قصدك الرز الناشف من تحت؟ اه الرز الناشف. هنحط شويه زيت زيتون، ده كده حاجه تانية. اه دي بس انا بقول لك البطاطسايه اللي لقيتها دي هنحاول ان احنا نعملها بشكل كده على السريع. حطينا هنا توم وفلفل حراق، وحطينا شويه الفلفل الالوان لميناهم كده وخلصنا الدنيا كويس. اه بنعمل لها خلطه حلوه كده، مش هننعمهم قوي. اوعي تقولي لي فاصل بقى عشان لسه ما لحقتش. ها فاصل لسه شويه. لا بلاش كده بلاش كده بلاش كده بلاش كده خلاص. طيب هو احنا ما عندناش حاجه يعني متاخره، بس احنا بنحاول نعمل شويه بطاطس كده حلوين بشكل كويس ظريف يعني. ماشي استاذ مهاب مساء الخير. مساء النور يا باشا. اهلا بحضرتك يا فندم، ايه الاخبار؟ اهلا بك الحمد لله نشكر الله. اتفضل شيف سامح معاك. ماشي اتفضل. حابب تسال عن ايه النهارده؟ اتفرجت على القرش اكلته قبل كده؟ سمك القرش، هل سمك القرش الصغير حرام ولا لا بصفته ان هو مفترس؟ كل الاشياء تحل ولكن ليست كلها توافق. انا ما بحبش اتكلم باللغه دي، لكن اه طبعا حلال وبيتاكل وكل حاجه ومفيش اي مشكله، لانه اصلا لسه ما اكلش دم يعني، هو لسه ما اكلش. معلش ما هو الانتاج اكل الدم. لا بص حضرتك السمك ده السمك القرش ده سمك صغير خالص بيتعامل معامله اي سمك في البحر. تمام كده؟ وانا بس عايز اتاكد من المعلومه يعني، سوري على عشان استفيد، هل حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام يا فندم. على حد معلوماتي حرام، فصغيره حرام مثلا. ايه؟ ما كبيره حرام فصغيره حرام. كبير ايه اللي حرام وصغير ايه اللي حرام يا فندم؟ يعني السمك القرش مفترس اكل دم. لا هو الشيف قال ان ده السمك الصغير ده لسه ما اكلش دم، ده بس يعني مجرد ما بيتولد. يعني دي معلومه كنسيه اكيدة؟ لا معلومه كنسيه. احنا بص يا فندم بص يا فندم احنا حلقه مطبخ، بنشتغل مطبخ، بنعمل الاكل المتاح تقريبا في كل دول العالم، بنعمل في كل بلد اكله. أيوة وبنفس الطريقه اللي الناس بتاكلها، بنعمل اللي يحل لينا والمناسب لينا وبناكله وبنعمله بشكل مختلف وكويس ومميز. اكتر من كده احنا ما بنتكلمش في المواضيع دي، اكتر من كده نسال رجال الدين بقى هم يقولوا ايه الموضوع يعني. لكن اللي انا شايفه ان احنا بنشتغل الاكل بتاعنا بعيدا عن الدين وبعيدا عن السياسه وبعيدا عن الكلام ده، احنا بنشغل حلقه مطبخ فقط لا غير، فيها ابداع من كل حاجه. ممكن حضرتك بتاكل حاجه هنا، احنا بنعمل حاجه هنا بتتاكل في دول تانية وحضرتك ما بتاكلهاش هنا، دي ما بتتفقش معاك ما تاكلهاش. احنا بنعمل اللي يعني احنا هنعمل اكل صيني، هنعمل اكل كوري، هنعمل اكل من بنجلاديش، هنعمل اكل من اسبانيا، هنعمل حاجات كتير جدا ممكن حضرتك ما تناسبش حضرتك انك تاكلها فما تاكلهاش. كويس. بس الشيف يا استاذ مهاب قال ان احنا ممكن نستخدم الطريقه دي في ممكن في انواع السمك الثانيه، المهم ان هو ايوه ما انا فاهم بس انا كنت عاوز اتاكد يعني سمول. عشان المعلومه الكنسيه فقط. حضرتك حضرتك المعلومه دور وحضرتك ممكن تسال. عفوا يا دكتوره عفوا يا دكتوره، معلومه كنسيه حضرتك تسال فيها الكنيسه، احنا في المطبخ اسالنا في المطبخ زي ما انت عايز، احنا تحت امرك، احنا بنعمل اكل لكل الناس. ماشي اوكي يا رب عيشة. تسلم ايدك. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. شرفتني يا فندم شرفتني يا فندم. احنا بنعمل يا جماعه اكل لكل الناس، لكل مصر، لكل اللي صايم واللي مش صايم، المسيحي والمسلم وكل الناس، بنعمل لكل الناس اكل. ده مطبخ، برنامج مطبخ عام لكل الناس، بنتشرف ان احنا بنعمل حاجات ممكن تكون يعني على قد مستوى الناس وعلى قد مستوى اعجابكم بالكلام يعني. وزي ما احنا اتفقنا ممكن نعمل اكل في دوله ما يناسبش الدوله دي وهكذا. فاحنا كل سنه وانتم طيبين، خلي شغلنا عام مش خاص، واحنا بنشتغل كده لكل الناس زي ما احنا اتفقنا.
خلاص زي ما اتفقنا دكتوره، هناخد شويه زيت زيتون. كويس سامعه القرمشه دي؟ سامع القرمشه دي؟ طيب الشيف دلوقتي بيعمل سلطه جنب الطاجن اللي عملناه وجنب ال بنفس الماتيريال اهي برده، نفس الادوات، وهنحط شويه فلفل، شويه كزبره، شويه كمون، شويه سماء، دي بنزود عليها شويه سماء، شويه ملح، هنحط عليها عصره ليمونه واحده، الخلطه بتاعتها حطينا الثوم والفلفل الالوان، حطيت ايه تاني يا شيف؟ نحط بس نزود شويه سمسم. حطيت ايه تاني؟ لان ممكن الناس تكون اتلخبطت او مفيش اي حاجه، احنا حطينا فلفل، حطينا نفس الفلفلات اللي احنا حطيناها، فلفل الوان والبواقي الفلفل بتاعنا نفس اللي حطيناه في السمك والرز، فرمناه في الكبه وحطيناه وضفنا عليه شبت وكزبره، ضفنا عليه شويه سماء، ضفنا عليه شويه سمسم، وبعدين هننزل عليه بالبطاطس. استاذ روماني مساء الخير. بص يا دكتوره عامله ازاي؟ شايفه عامله ازاي؟ استاذ روماني. طيب لغايه لما ترجع لنا مره ثانيه احنا كده. شايفه الكلام؟ حلو قوي. خلاص؟ خلاص كده عملنا السلطه بتاعتنا، نبتدي نقدم بقى الحاجات يا دكتوره. احنا تقريبا كل حاجه خلصت. خلي دي هنا عشان لو احنا احتاجناها في اي حاجه. نشيل بقى الحاجات دي بعد اذنكم. طيب احنا كده عملنا طاجن القرش وعملنا الرز لسمكه القرش، ودي يعني برضو بناكد لحضراتكم ان دي الطفل لسمكه القرش، دي السمكه الصغيره اللي لسه مولوده، دي ما اكلتش اي حاجه من البحر، ما عملتش اي حاجه خالص، دي مجرد ما بتتولد يعني المتخصصين بيصطادوها وبتتاكل عادي، هي دي طفل سمكه القرش. عملنا طاجن سمكه القرش والرز بنفس المكونات والسلطه، سلطه البطاطس بنفس برضو مكونات الطاجن وبنفس مكونات الرز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد. شفت ازاي؟ انا عارف.